لو الحكاية فيها إن فيديو يعني كثرة التنمية الإدارية شغالين في العديد من البرامج من ضمنهم برنامج تطوير المحليات، ولكن عندنا بعض الحاجات التانية اللي شغالين عليها ولا تتخيلوا هذا التطوير بيفرق قد إيه. لسه كنا بنفتتح أنا والدكتور أحمد وحدة الأورام، مستشفى الأورام اللي في قصر العيني، بعد ما خلصنا لمدة سنتين بنشتغل فيها لتحديثها وميكنتها بالكامل. لا تتخيل حضرتك كلام الدكاترة هناك ورئيس الوحدة الدكتور حمدي عبد العظيم على قد إيه فرق في حياة المواطنين وفي تقديم خدمة طبية أفضل لهم. يعني مديرة المعامل اللي بتحضر الكيماوي بتاع المرضى قالت لي من يوم ما انتوا خلصتوا عملية التطوير دي وبيطلع لي على الشاشة هنا كل المعلومات بتاعة المواطن، الأول ما بيخش عندي المعلومات بتاعت كلها، الطول والوزن والأمراض اللي عنده والهيستوري بتاع الكانسر، بقدر أحضر له الكيماوي بتاعه ولا زيادة مني ولا أقل منه. قالت لي بصراحة قبل كده كنا شغالين بالوايب كده، ممكن نقدر دفعنا فلوس زيادة، عملنا حاجة أقوى شوية، عملنا حاجة أقل شوية، ما كانش عندي توافر هذه المعلومات بهذا الشكل من بدري على الشاشات بتاعتي.